اختصك الرحمن دينا قيما فبه سموت إلى ذرى العلياء وتخبط الباقون دون شريعة تمضي بهم للنور في الظلماء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم في برنامجكم المتجدد المصونة، حلقة أخرى نحاول أن نجيب فيها عن سؤال طرحناه في الحلقة الماضية، وهو هل راعى الذكر منزلة أو هل أعطى الذكر المنزلة الحقيقية للمرأة منذ القديم؟ وهل أدرك الرجل قيمة المرأة منذ مراحل العصور القديمة؟ سؤال حتى نجيب عنه عزيزي المشاهد، لابد أن نتناول منزلة المرأة ومكانتها في أو عند الحضارات القديمة. أنا متأكد أن المشاهد الكريم سوف يصاب بالذهول والدهشة عندما يسمع هذه الحقائق. حين نتحدث عن لفظ الحضارة عزيزي المشاهد، فإننا نعني ذلك المصطلح اللامع البراق الذي يستهوي أذهان السامعين. يعني الحضارة أخي عاطف بمفهومها المعروف الآن هو ربما اجتماع مجموعة من الناس في حقبة تاريخية معينة في مكان معين، ويبلغون مرحلة من السمو ومرحلة من الرقي في مختلف مجالات الحياة. والتساؤل الذي يطرح الآن، هل كانت منزلة المرأة في تلك الحضارات بنفس السمو والرقي؟ يعني ما ذكرت أن الحضارة يعني في حقيقتها يجب أن تكون راقية وسامية في جوانب الحياة كلها. مثلا أخي المشاهد، أختي المشاهدة، دعونا يعني نستعرض لكم المرأة في الحضارة الإغريقية. الحضارة الإغريقية مثلا حضارة قديمة وحضارة عرفت ازدهارا في مختلف مجالات الحياة وخاصة في مجال الفلسفة. فمثلا خلينا عزيزي المشاهد نستعرض رأي فيلسوف هذه الحضارة كما يسمى سقراط. ما هو رأي سقراط في هذه المرأة؟ ما رأي سقراط في أو ما هي منزلة المرأة عند سقراط؟ الناظر في نصوص يعني النصوص التي ذكرها سقراط في يعني في دراساته يقول قولا مفاده: إن وجود المرأة هو أكبر منشأ ومصدر للأزمة والانهيار في العالم. يعني أخي عاطف والله أنا أتعجب جدا، يعني كيف يعقل؟ يعني هذا الذي ذكرناه في الحلقة الماضية عن كون بعض الآراء خرجت عن حدود المعقول. كيف يمكن يعني لذلك المخلوق الضعيف، ذلك المخلوق الرقيق، أن يكون سببا للأزمات والانهيارات في العالم؟ يعني الذي يسمع سقراط يخيل إليه أنه يتحدث عن قنبلة نووية تفجر العالم. نعم صحيح، أن المرأة تحتاج إلى الرجل والرجل يحتاج إليها. فلو ذكرنا أن سبب الانهيارات وسبب الأزمات لكان عقلا ومنطقا وواقعا يعني وواقعا معاشا قديما وحديثا أن الرجل هو السبب. صحيح. فكيف تكون المرأة سببا لذلك؟ وأزيدك عزيزي المشاهد، ليت سقراط توقف في وصفه للمرأة عند هذا الحد، لكنه زاد قائلا، شوفوا كيف يعني ماذا قال عن المرأة، قال: إن المرأة تشبه الشجرة المسمومة. إذن سقراط يشبه المرأة بأنها شجرة مسمومة، قال إن المرأة تشبه الشجرة المسمومة. ما بها هذه الشجرة ولماذا شبهها بالشجرة المسمومة؟ قال: يكون ظاهرها جميلا فإذا أكلت منها العصافير، أو لكن عندما تأكل العصافير منها تموت حالا. يعني يحاول أن يقول بأن المرأة في مظهرها تبدو جميلة، تبدو رقيقة، تبدو جذابة، لكنها تخفي الكثير من الشرور داخلها. نعم. ويجعل جميع النساء يعني في منزلة واحدة. وأنا أقول بأنه هذه طبيعة بشرية، أن البشر جميعا فيهم الصالح والطالح وفيهم السيء والجيد، لكن هم يعني سقراط يرى أن المرأة كل النساء جميعهن يحملن شرا داخلهن. نعم كذلك أخي نجيب وكذلك المشاهد الكريم، دعونا نستعرض كذلك قول أرسطو. نعم. وهو كذلك من الفلاسفة الذين عاشوا زمن الإغريق وكان تابعا للحضارة الإغريقية،
فقال كذلك مقولة عن المرأة مفادها كذلك إن الطبيعة لم تزود المرأة بأي استعداد عقلي يعتد به، ولذلك يجب أن تقتصر على شؤون التدبير المنزلي والأمومة والحضانة وما إلى ذلك. يعني انظر يعني أخي نجيب وكذلك المشاهد الكريم، يعني لنحكم على هذا القول أن المرأة هذه التي هي نصف المجتمع، هذه التي بها نبني المجتمع، وهذه التي بها إذا صلحت صلح المجتمع وإذا فسدت فسد المجتمع، يجعلها هذا الفيلسوف يجعلها بهذه المكانة، تقتصر أعمالها على بين أواني منزلية وبين حضانة. يعني أليس هذا يعني قمة الاحتقار؟ نعم، ويضيف قائلا يقول أيضا في بقية كلامه: ثلاث ليس لهن حق التصرف أو التصرف في أنفسهن. شكون هذو الثلاثة؟ ذكر ثلث أنواع أو ثلث أصناف من البشر. قال: العبد ليس له إرادة، والطفل له إرادة ناقصة، والمرأة لها إرادة وهي عاجزة. يعني لو تأملنا القول لوجدنا أن المرأة يعني أنزلوها منزلة أحقر من الطفل الصغير. يعني الطفل له إرادة وهي ناقصة، عنده إرادة لكن ناقصة فقط. أما المرأة عندها إرادة لكن عاجزة تماما. يقول بأن المرأة لها إرادة لكنها عاجزة. وطبعا يعجب الإنسان إذا كان هذا رأي فلاسفة تلك الحضارة، وإذا كان هذا رأي نخبة المجتمع، وإذا كان هذا رأي المفكرين في تلك الحضارة، يعني لا شك أن منزلة المرأة عند عامة المجتمع كانت أدنى وأحقر من هذا بكثير. نعم، حقيقة هذه. إذا كان يعني إذا كان مثقفو حضارة معينة ومثقفو يعني مجتمع معين بهذا النظر إلى المرأة المخلوقة، إلى المرأة الضعيفة، فيعني عادي أن يكون المجتمع يعني أقل أو أكثر تحقيرا لهذه المرأة. أخي عاطف، أسألك سؤال. نعم. لما كنت صغيرا، يعني لما كنت تلميذ مثلا في الإكمالية والثانوية، نعم، وربما قمتم برحلة سياحية في المدرسة. نعم. وأول يعني مثلا الحين يحدثونك عن الآثار ويقولون بلي راح ندوكم تشوفوا الآثار. نعم. أي آثار يتحدثون عنها؟ يعني حقيقة ذكرتني بماض قد أقول ليس بطويل وليس ببعيد. نعم. أننا ما زلنا شبابا. نعم. فأول رحلة معروفة عن جميع المدارس وهي الذهاب إلى آثار تاريخية قديمة، وهي طبعا آثار الرومانية، والناظر فيها يعني يرى عجبا، يعني عجابا، يرى هندسة ويرى تصميما ويرى يعني عمرانا يعني شامخا مع قلة الزاد وقلة يعني. نعم. أنا أخي عاطف، يعني لما زرت هذه الآثار كنت أتساءل أحيانا، نشوف المبنى ونقول باللي ممكن هذا المبنى يعني يولي يمشي، تولي عنده روح. نعم. من شدة الإتقان، من شدة يعني سمو عجيب جدا ورقي عجيب. نعم. جدا في العمران. نعم. لكن هذا الحضارة الرومانية، يعني يمكن أن نقول جملة، كادت أن تزرع الروح في عمرانها لشدة إتقانه وتحسينه. لكن يا ترى هذه الحضارة كيف كانت تنظر للمرأة، أو كيف كانت تعامل المرأة؟ أعزائنا المشاهدين، سنواصل حوارنا ونكمله بعد هذا الفاصل. إذن نلقاكم بعد قليل، لا تبتعدوا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم من جديد. عدنا والعود أحمد. المرأة في الحضارة الرومانية. أخي نجيب، أخي المشاهد، لا أريد أن أصدمك، ذكرنا سابقا أن هذه الحضارة كادت أن تغرس الروح في عمرانها، ولكن هل غرست الروح في الإنسانية؟ هناك شعار كان سائدا عند الرومان قديما، يقولون بأنه المرأة ليس لها روح. تخيل أنهم يعني هذو الذين كنا نقول عنهم قبل قليل بأنهم كادوا أن يزرعوا الروح في البنيان والعمران، جعلوا من المرأة وهي مخلوق يعني خلقه الله عز وجل وسواه وخلقه من آدم عليه السلام، جعلوا منها جمادا جسدا
بلا روح، جسد بلا روح. نعم. يعني كيف لحضارة تبني وتشيد العمران ولا تشيد النفوس، بل تشيد نفسا، تشيد الرجل، وتترك نفسا أخرى هي نصف ذلك الرجل، تتركها هكذا، ألا يعني أن هذه الحضارة تحتاج إلى دراسة أخي نجيب؟ نعم، ولذلك عزيزي المشاهد ذكرت بعض المصادر يعني صور مأساوية جدا، يعني كيف كانوا يتعاملون مع المرأة وكيف كانوا يتلذذون بتعذيب المرأة. يعني هناك من يضرب زوجته مثلا حين تغضبه ثم يندم بعد ذلك ويعود، لكن هؤلاء هذا الصنف من الناس في هذه الحضارة كان صنف مختلف تماما، كانوا يتلذذون في أو بتعذيب المرأة. تخيل أخي عاطف، قرأت يعني في أحد المصادر أنه من ألوان تعذيب المرأة في الحضارة الرومانية كانوا يمسكون شعر المرأة ظفيرتها يعني ويربطونها بذيول الخيل، ثم يطلقون تلك الخيل في المضمار، تتسابق تلك الخيل، لا تقول حتى الموت. نعم، حتى تموت تلك المرأة مربوطة بذيل ذلك الحصان أثناء المضمار، يعني أثناء السباق، ويجرها ذلك الحصان حتى تموت تلك المرأة المسكينة. وذكرتني كذلك في هذه الحضارة كانوا يسكبون الزيت الحار على المرأة حتى الموت، يعني أين يعني قدر هذه المرأة وأين إنسانية هؤلاء؟ نعم، هذه في الحقيقة يعني يمكن أن نقول بأنه هذا تعامل يعني لا يرقى حتى لمنزلة، يعني حتى يمكن أن نقول تعامل حيواني مع المرأة يعني، وهذا قليل جدا. يعني في بعض الحيوانات تجد الرحمة، تجد الوفاء، تجد الإخلاص، لكن هذا تعامل دنيء جدا. ذكرت بعض المصادر أيضا أن الأب قديما عند الرومان، تخيل عزيزي المشاهد المرأة، احنا عدنا الآن في المجتمع تاعنا، الأم لما يولد عندها يعني مولود تفرح به وتسعد ويستقبله أبوه ويضمه، ذكر كان أو أنثى. لكن في هذه الحضارات، الحضارة هذه الحضارة الرومانية، كان الرجل إذا ولدت له بنت الجهاد الأم تحمل الوليد انتاحها، البنت انتاحها، وتضعها أمام زوجها، فإن شاء هذا الوالد يعني إذا حمل ذلك المولود وضمه إليه فهذا يعني أنه قبل به. ذكر أو أنثى؟ نعم، ذكر أو أنثى. وإذا كان يعني لم يقبل به أو تركه في الأرض فيرفضه، وتخيل مصير ذلك الولد، يعني تحمله أمه، لا يستقبله في بيته، لا يعطيه اسمه، ولا ينال أي حق من الحقوق، يعني الحقوق الأبوية. يعني وبكل بساطة يعني الناظر في المجتمع أو في واقع مجتمعنا أن الناس يعني يطالبون أو يطلبون العلاج ويطلبون الولد عن طريق العلاج، وهؤلاء يعني كيف تسمح لهم إنسانيتهم ويسمح لهم عقلهم بأن يكونوا بمثل هذه الصورة. لعل أخي نجيب، تكلمنا عن الرومان وحالهم مع المرأة، أليس كذلك مطلوب منا أن نذهب إلى ونحلق ونطوف عند الفرس؟ نعم. أي لعل عندك يعني بعض المواقف عن المرأة، سواء كانت يعني حسنة أو غير ذلك. شوف أخي عاطف، لابد أن نعلم أن حضارة الفرس أو أمة الفرس بصفة عامة هي أمة حربية. نعم. وش معناها أمة حربية؟ معناها أن أمة كانت تعيش بالحروب وتتقوت بالحروب، وكانت منزلة المرأة في هذه الحضارة أخي عاطف منزلة دنية جدا. لماذا؟ لأنهم يعني بنظرتهم كانوا يحتاجون إلى المرأة، أو عفوا كانوا يحتاجون إلى العنصر الذكري في تموين الجيش، يعني هو لا يحتاج نساء، لأن النساء لا يقاتل، النساء لا يحارب، النساء لا يكن في الجيش، وكذلك النساء خطر على الرجال. يعني الرجل مثلا لا يخرج للحرب لأنه تمنعه زوجته أو تمنعه أخته أو تمنعه أمه، لذلك كانوا يكرهون الإناث، فهم بحاجة يريدون فقط الذكر. هذا قد يبدو معقولا نوعا ما، يعني نقولوا هذه أمة محاربة تحتاج إلى التموين البشري، تحتاج إلى العنصر الذكري في الجيش. لكن أخي عاطف، لو تذكر الصورة التي حدثتك عنها من احتقار الفرس للمرأة، يعني هنا يطيش العقل. يعني الاحتقار يعني واضح عند الفرس، كون أنهم يعني بل العقل والمنطق ينتحران، يعني انتحار عجيب. ويعني إذا نظرنا إلى حقيقة المرأة عند الفرس أنهم يحكمون عليها بالموت دوما، متى ما شاءوا، يعني متى ما أرادوا، يعني إذا شاء أن تعيش تعيش، وإذا شاء أن يقتلها يقتلها. وضيف إلى ذلك أنها إذا حاضت المرأة
أو نفست المرأة ماذا فعلوا لها؟ جعلوها في ضواحي المدينة أو ضواحي القرية، يعني تخرج حتى من المدينة، تخرج من المدينة، ويعتقدون أن هذه المرأة الحائض أو النفساء إنما هي نحس لهذه المدينة، ويجعلونهم في خيام لوحدهن، ومن مسهن قد يصاب بالنحس. على الرغم يعني أخي المشاهد، أختي المشاهدة، ويعني نجيب، على الرغم أن هذه الحيض والنفاس هذا ليس له، المرأة ليس لها دخل فيها، شيء طبيعي، وتجد هذه المعاملة، يعني ألا يدل هذا على أنهم ما درسوا طبيعة المرأة؟ لا أخي عاطف، هو كثير من أطباء النفس يؤكدون على أنه من أهم المراحل التي تكون فيها المرأة بحاجة إلى العطف وإلى الحنان وإلى من يحتويها ويعطف عليها هي مرحلة الحيض والنفاس، لأنها تشعر بنوع من الضعف، تشعر بنوع من النقص، فهم عوض أن يتعاملوا مع المرأة بهذه الطريقة تعاملوا بطريقة أخرى، يعني تخرج ليس من البيت فقط، يعني عزيزي المشاهد لما سمعنا الآن لا تخرج من البيت فقط بل حتى من المدينة. لعل هذه المسألة وهذه ما ذكرت من معلومات هذه ندرج لها حلقة أخرى، فهو يعني شيء مهم بالنسبة للمرأة، وكذلك يجب على الرجل أن يفهم هذه الحقائق. ثم كذلك عند الفرس، يعني عند الهندوس أو عند البوذيين، كيف كان تعاملهم مع المرأة؟ البوذية ديانة عجيبة جدا. لماذا أقول عجيبة؟ خاصة في هذه النقطة، نقطة تعاملها مع المرأة، يعني نقرأ عن تعاليم بوذا عن الإنسانية وعن الرحمة وعن الشفقة وعن العطف وعن الحنان، لكن حين تقرأ كيف كانوا يتعاملون مع المرأة، كيف كانوا ينظرون إلى المرأة، تقول أنت أين الرحمة وأين العطف وأين الإنسانية؟ أي نعم أكيد، انظر إلى هذا القول عند البوذيين في أحد أمثالهم، بمعنى المثل ما يكون دائم التكرار ودائم الكلام في اجتماعاتهم، يقولون أن المرأة أسوأ من الريح العاصفة ومن الموت والجحيم وسم الأفاعي والنار، يعني كل ما هو سيء كل ما هو سيء جعلوا أن المرأة أشر منها. وقد لعلك يعني بحثت أو قلت لي أنك بحثت في أحد المقالات للدكتور مصطفى السباعي في هذا الموضوع. نعم، في الحقيقة هو كتاب للدكتور مصطفى السباعي أنصح بقراءته. نعم. رحمة الله عليه، قال في أحد كتبه عنوانه المرأة بين الفقه والقانون، قال أنه لم يكن للمرأة في شريعة بوذا حق في الاستقلال عن أبيها أو زوجها أو ولدها. نعم. فإذا مات هؤلاء جميعا، نعم، انتسبت أو وجب أن تنتمي إلى رجل من أقارب زوجها. نعم. يعني شيء مملوك، هذا الكرسي مثلا الذي أجلس عليه الآن مثلا هو ملكي الآن. نعم. إذا غبت أنا عن هذا الكرسي يعني تملكه أنت أخي عاطف أو يملكه أي شخص آخر. آمين. فهم جعلوا من المرأة يعني تفهم أن المرأة مجرد سلعة. ثم يقول وهي قاصرة طيلة حياتها. سبحان. يعني كما نقول إحنا منار في الله. كل حياتها. نعم. ولم يكن لها حق في الحياة بعد وفاة زوجها، يعني عند بعض أو عند المتشددين منهم إذا مات الزوج ماتت المرأة، بل يجب أن تموت معه يوم موته، لما يموت هو تموت هي. تخيل كيف تموت، لا يذبحونها ولا يقتلون رميا بالرصاص ولا شنقاً، إنما هم عندهم طبعا يحرقوا الجثث فيجيبوا حتى هذه الزوجة المسكينة ويضعونها على النار وتحرق. حتى يعني في القرن السابع عشر ما زالت هذه العادة إلى هذا الزمن، إلى زمن أو إلى القرن السابع عشر عادة الحرق. ويعني رجال الدين عند البوذيين أو الهندوس أرادوا أن يبطلوا هذه. وهناك عادات أخرى من بينها أن كل سنة تقدم امرأة أو فتاة إلى شجرة معينة أو إلى صنم أو إلى قبر. فالحديث عن حال المرأة يعني يوصل إلى العجب ويعني الذهول والدهشة. إذن عزيزي المشاهد، هذا هو حال المرأة في الحضارات القديمة. يا ترى هل كان الحال مختلفا في نصوص التوراة والإنجيل؟ سؤال سنجيب عنه في الحلقة المقبلة بحول الله تبارك وتعالى. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة،
تابعونا في حلقة أخرى، ولا تنسوا الصفحة الفيسبوك. طبعا يظهر الرابط أسفل الشاشة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختصك الرحمن دينا قيما، فبه سموت إلى ذرى العلياء، وتخبط الباقون دون شريعة تمضي بهم للنور في الظلماء، وثبات سيرك في الطريق هداية يهديك من صخب من الضوضاء. كم حاول الغربي هتكا فاضحا لستارك الضافي بكل حياء، لكن بقيت على الطريق منيرة ورددت عنك مطالب السفهاء.